لم يكن أبو عدي يتوقع يوما أن يطول به الحال وهو بلا عمل، فعام يتلوه الآخر يجالس أبو عدي منزله طوال اليوم. تلاحقه نظرات أبنائه الأربعة وحاجاتهم التي لا تنتهي، بينما تستمر معاناته في محاولة الحصول على فرصة عمل لكن دون جدوى. وقفت على العمل وقعدت على الشغل، قعدت سنة تقريبا وأنا بعالج ظهري، ومنعوني حتى أحمل كيس، والولد يطلب مني شغلة أقول له معيش إيش أسوي له؟ وين أدبرها؟ أبو عدي يختزل حكاية عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين يعيشون ذات المعاناة في هذه البقعة الجغرافية المحاصرة، ليخرجوا في يومهم العالمي مطالبين لا محتفلين. وسط تلك الصورة المأساوية يناشد أهالي قطاع غزة في مسيرة جابت الشوارع المجتمع الدولي بالتدخل وتفعيل دورهم، لا سيما وأن الأول من آيار من هذا العام تزامن مع أجواء المصالحة وتوقيع اتفاق إنهاء الانقسام، مطالبين بتحسين أوضاعهم في المستقبل القريب. مطلوب أن نصون كرامتهم وكرامة أبنائهم بأن نوفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة. أول من آيار مطالب السلطة الوطنية الفلسطينية موحدة أن تهتم بقضايا العمال الكادحين المسحوقين. هذا لا يجوز ولا الله برضابه، لازم أنت تحولنا بالخير. أنت حطين راسكم نايمين، أنت بتاكلوا وبتشربوا بيجيكم أكل وأنت نايمين على دوركم، لكن إحنا بنطلع بالشغلة مش لاهيينها. الحصار الإسرائيلي تسبب بصورة تراكمية في ارتفاع نسبة البطالة في صفوف فئة العمال والخريجين، الذي حول حياة الفلسطينيين إلى جحيم. ارتفعت نسبة البطالة ما بعد يونيو 2013 إغلاق الأنفاق ومنع دخول مواد البناء إلى حوالي 40%، الفقر والفقر المدقع يصل إلى حوالي 55%. الناس تتأمل في هذه المصالحة أن تفتح آفاقا لتشغيل العاطلين عن العمل لتخفيف من معضلتي الفقر والبطالة. فقر وبطالة تجاوزت حدودها في قطاع غزة، يعيش سكانها تحت خط الفقر في أوضاع مزرية يرثى لها، على أمل أن يلتفت صناع القرار إلى حالهم. سعد عكيلة، الغد العربي، غزة.